السلام عليكم خاوتي ازول، تحيه لكل شباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناه اوروفين لاكديزات، قناه اخبار كره القدم الجزائريه وخاصه الافريقيه والعالميه ومحاربه الفساد الرياضي بكل انواعه. ولسنا تابعين لاي طرف، وتحيه عطره لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، وتحيه سبيسيال وخاصه لاخواننا في فلسطين. ربي يرحم شهدائهم من أطفال ونساء ومن مقاومين للعدوان الغاشم، ربي يرحمهم ويكونوا أحياء عند ربهم يرزقون. حصة اليوم خاوتي نتكلموا على الخط الوردي، على الخط الأحمر عند فئة من العايشر، على الناخب بولمالاي المماليارا الذي بسببه أفلست الاتحادية ورايحة في إفلاس تام. أين هو الآن بعد نهاية مباراة مصر؟ عندها أسبوع، أين اختفى؟ هل عاد مع المنتخب الوطني وبعثة المنتخب عاد إلى الجزائر، أم اختفى؟ أو هو كما يقولوا ديك المعنى، يقول لك ديك، يقول لك واحد ديسباري، راه فاقد كما يقولوا واحد، راهم يحوسوا عليه هذو اللي تودروا سي تسمى باللغه العربيه كيعيطوا لها يا ربي، واحد في العائلات اللي يسموها بلا فرحت لي ولا راحت. هذا الانسان للاسف لم يتغير شيئا من عقليته، لم يحترم حتى الاتحاد الجديد. انتهت مباراه الجزائر مصر في الامارات العربيه، طائره خاصه جاءت الى الجزائر. هل بالماضي عاد مع الطائرة الجزائرية؟ شفتوا في الميديا نهار اللي جاو ليكيب ناسيونال، جاو كالكو جوار، هل جا؟ طبعا ما جاش، قلة احترام، باقي في تعجرفه، باقي في تعنته، باللي هو ما كانش اللي يحكم فيه. شوية احترام رئيس اتحادية هنا تحبس، احترام خير زعما غير راك رئيس جديد من عطاكم بعد نورمال الحدث. قلت لك غوستوك، رحت لك لسيدي مو، رحت لك للفيديراسيون، مش كلاهي مش رد شروطي وجيت رايح نورمال. حنا نعرفو في القوانين العالمية والقوانين كلها، المنتخب الوطني يرجع مع البعثة إلى البلد الوطن، ما يكون أجنبي، تربص يكون في فرنسا ومدرب يكون فرنسي، لازم يحترم المهنة تاعو، يرجع مع منتخبه الى الجزائر مع لو ستاف تاعها كومبلي، ويديروا لي رابور كما يقولوا تقرير مفصل على المباراتين، على التربص، ويروح الاتحاديه يمدها للسكرتاريه ولا يمدها رئيس الاتحاد، يمدها للاجي يقول له هاك لو رابور تاعي واش صرا والنتائج واش ربحنا. هذا هو القانون تاع العمل. حالي لوزيش كان يعمل مثل هكا، كان يدير يرجع مع ليكيب يدير له رابور تاعو ويعطيه للسكرتاريا جينيرال وقت نادي البوزناد، ودارها غوركيف على ليبوك، ودارها ليكاس، ودارها عده مدربين، حتى بن شيخه كان يديرها. هذا قانون، هذا مش طايحه بيك ولا، هذا قانون عمل. تراك تدي اموال طائله. انا نشوفوا هذا الكوتش، هذا الخط الوردي تاع الهيشر، نشوفوا يجي مثل اللاعبين، يجي يوم الجمعة ساكن، يجي بالجمعة طرابوس، يبدا السبت الحد والحد يوتنين، يجوا لاعبين السبت الحد يخدم على لاليستيرو، يدير طرابوس تاعو أسبوعين أو 10 أيام، يكملوا الماتش غدوة مهربت لك، غدوة يرجع لقطر ولا يرجع لباريس، عادي. هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ لا لا وألف لا، للأسف لا وألف لا يا إخواني الأعزاء، لا وألف لا. لم نفهم شيئا من هذه الأمور التي لا تبشر بالخير، بأن هذا الإنسان يحترم مهنته ويحترم الاتحاد الجزائري. هل هذا الأمر يديرها في كرة يشتغل في اتحادية في الخليج في نادي أو في منتخب في الخليج، يدير كيما هكا؟ كون يشتغل في فرنسا يدير كيما هاك، والله ما يديرها. للأسف بالجزائر هذا الإنسان خرج ظاهرة، هذا الإنسان ظاهرة، ما يطيق يتحكم فيه حتى واحد. ولكن
ماشي ما يطيقش، حنا مانيش باغيين نجيروه، ضرب وجيف تاعنا بالرحمة، حد طفوا الضو، وين راح؟ كمل المباراة، قعد طيارته الدوحة، راح القطر ديريكت، راح القطر ديريكت، دزوا معاهم توما الصحافة، هضروا المحللين البوليسان، تاك تاك راح، بيب ستاف تاعك كل وقت بلاصته وراح، بقيت تضرب الحقرات، تضرب الحليات، تضرب الحرام هذه، هذه مش هذه حرام، تدي الملاية، مو مليارة بارموا. علاش؟ علاش هاد الحياة؟ علاه؟ تهضر مع الاتحاد، المصادر يقول لك باللي ما بهم يجرو فيها غير بشوية، بصح كاين أمور قانونية، حنا ما نجيو لكم السيد، يا سيدي غير يدخل يقعد يومين يدير رابور تاعه ويشاور، كيف فهم راح هرب مع محرز وجماعة، هربوا سليماني اللي راحوا من تما، دوك اللي جوال يروحوا للنوادي تاعهم، عندهم دات فيفا، هذوك جوال عندهم دات فيفا، جوال عندها بايزون من 12 للفان، راه لي راه مع المنتخب 21 صباح يتريني محرز ولا سليماني ولا جوال فلاني ولا فغولي، يليق له غدوه يكون يتريني في ديك لي يتريني في ذاك الستاد، ولا كاع الا باقي لها نهار يروح يبروفيتيه مع فاميل تاع روبو اونتريني وحده ولا اونتريني، بصح حنا خبو تاني راه متعاقد شهر كومبلي مع الجزائر، ما عندوش دات فيفا سبيسيال باللي الناس قال على في قطر ولا هذا، ما راش متعاقد مع جزائري سيزوني هكا بار دوري يستحقوه يجي، باسكو راه خدام في جهه، انا نمشي نخدم معاكم ستاج ونرجع ليكيب تاعي، وي هادي با سوسي ما كانش مشكل، بصح راه خدام بالشهاده، هذا عنده سالير انويال، عنده اجر سنوي، هذا هذا الكونترا تاعه بالاعوام، هذا راه يدي 260 الف اورو ولا 76 الف اورو في الشهر، راه يدي فيه 6 ملايين في الشهر يا خوا، انا نروح الشيطان والستاف تاعه تاعي كون كون نروح لكم نجبد لكم لي سالير تاع الستاف تاعه، تو ندير لها حصه تاع لي ستاف تاعه، الاعضاء تاعه شحال يخلصوا تالي فيهم يدي 180 مليون امن ولا طير قسما بالله، ونجبد لكم لحقت يا بابا، بابا وكان نبيب لي العقد، اه حوجي وكان نشر لكم العقد، ها آه ولا هاي شهر تقعد تندم تقول تاكل في روحك، هاي شهر راح وش هاي شهر هاي شهر يقول لك انا ماني لاقي باش ماني لاقي ما ناكل، ايش ديك هاي شهر هاي شهر ناخذ نجي للجزائر يدي 400 اورو في الشهر في النهار في النهار يدي 8 يدي 9 10 ملايين في النهار يدي فيه 9 ملايين 10 في النهار يدي عيها هو قاعد يخدم بلا شهريه بلا شهريه تاعه يدي 150 مليون في النهار، اوخ والله هاي شهر يدي فيه 200 مليون في النهار السالير تاعو 200 مليون في الشهر هاي شهر يدي 200 مليون في النهار هادي تاع السالير ويدي لي بريم تاعي يدي 400 اورو في الشهر في النهار في النهار يدي 200 مليون في النهار السالير تاعو بلوس من 200 مليون اكثر يا صاحبي ولي بريم تاعو 400 اورو بيجيب 10 ملايين وانت لا عايش تضرب وخط احمر وخط وردي وتحيا بالماضي وتحيا انت يا ربك يا صاحبي يا ربي تبلدي لينا بعيبات كي دايرين ما يبداش شو تشوف كوموتي يضرب عليه ويعاير فيك على جالو والله لطيف يا ربي عايشة كايتة باصينا بكم خطا جدا عايشة عايشة انا ما عايشة ما عايشة دور يجيني يا ودي وكان بالماضي يخرج عايشة يخسر 20 زيرو يقول لك تحية بالماضي هكا صعيب كودي السيد كي يقول لك قال تحية بوتفليقة قعد تحية بوتفليقة حتى اللي بات تحية بالماضي حتى تكمل البولا يقول روح بالماضي شكون يجي في بلاصتها يقول شكون روح بالماضي شكون يجي كي السؤال ما كنت عم هابل تلقى انسان مثقف طالع في المسجد يقول لك اه صح سيدي روح بالماضي شكون يجي يا خلاص تقول هو خلق البولا يا خا يا خا يا خا عيشتو من الامارات شاور لقطر ديريكت واحد البلاد عزاوجة ما تخلاش يجي ما شاف ما على نورمال ودي الرابور تاعك ودي الشكاية هادو كان يديروها وقتها وراها ولكن ملي جا هاد السيد واو علماء ما يحب لها حتى واحد حتى ولد صديق جو بونس با اللي راه على بالو بيها انا نقول هادي لك تاع دون صادي ما طاكش يروض هاد الاوتيل اسكو ما طاكش ولا راه يروضي فيه كاش مور ما فهمتش ما لعبليش كاش كاش ما لعبليش ما لعبليش وليت صالي ناس صبصرت فيه خير حقيقة أن جاش شباب من جبه من جبه لافاف ولكن شاصرة ما على باليش ما على باليش ما نحوس مانيش نحوس مانيش باغي نعرف شاصرة بيناتهم والله ماني باغي نعرف خاف نعرف نتشوكا خاف نعرف واش صرا بيناتهم في الاجتماع نتشوكا نتشوكا نولي ندخن اللهم يا ربي ما نعرفش خير
ما نعرفش يا سيدي، ما نعرفش. يا خالد بصينا بلا عيش لاجلك، ان لم تستحي فافعل ما شئت. هذه الخطر ورد المدرب المتعجرف، هذا زعما صح اللي راك تدي فيه، تدي زعما تشوكي، تدي دراهم بتشوكي، دراهم كبار ما يروحوا. عبك الاتحاد راهي مفلسه بسبب هذا المدرب، الشاصره شواكر معاه. دوك ندير لكم حصه على صلاح بيعبو. صراحه انا جايك، تحيه لكم خوتي، واتوسي في فالاجيري.